تحية ومحبة كبيرة بسعة الوطن نهديها إليكم، ونحن نتصفح العدد الجديد من مجلتكم الأسبوعية مجلة الرشيد مع الانعطاف الفني والأدبي والجمال والفكر والإبداع في بغداد والمحافظات، فأهلا ومرحبا بكم. للقصائد المغناة متعة وطرب وثقافة تجمع فن الشعر واللحن والأداء، وأرشيف الغناء زاخر بروائع القصائد المغناة، ولكل قصيدة سحر ونكهة وتاريخ وربما حكاية لها ذكريات ومناسبة في حياة الشاعر أو المطرب أو المتلقي الذي أحب الأغنية وتفاعل معها. اخترنا لكم قصيدة قل للمليحة في الخمار الأسود التي غناها المطرب صباح فخري وآخرون. الشعر فن العربي الأول والغناء هو فن العربي الثاني، وقد كان الشعر والغناء معا يمثلان بهجة الحياة لديهما. فالغناء الأصيل فطرة وفن وأدب، فطرة لا تصنع بالطبع والوجدان وإنما يدرك بهما، وفن أبلغ وسائله في التعبير عن نجوى الضمير هي الكلمة الشعرية أولا، ثم تلامس شغاف القلب وتهز الوجدان، ثم اللحن والصوت. وقصة قصيدة قل المليحة في الخمار الأسود تقول إن تاجرا كوفيا من أهل العراق جاء المدينة المنورة للإتجار، وكان من بين بضاعته خمر عراقية، فباع التاجر جميع الألوان إلا اللون الأسود لأنه لم يكن مرغوبا فاهتم لذلك. وبالمصادفة التقى هذا التاجر في المدينة صديقا قديما له وهو شاعر من المغنيين الظرفاء في الحجاز اسمه مسكين الدرامي، واشتهر بالتغزل بالنساء الجميلات، وكانت بعض النسوة تحب ذلك وتتمنى لو إنه يتغزل بها، ولكنه ترك ذلك بعد تقدمه في العمر وأصبح متنقلا بين مكة والمدينة للعبادة. وشكى له التاجر ما حدث معه فقال له لا تهتم بذلك فإني سأنفقها لك وحتى تبيعها كلها. فنظم الدرامي بيتين من الشعر وتغنى بهما، وطلب من مغنيين المدينة وهما سريح وسنان أن يتغنوا بالبيتين الذين قال بهما قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. قائل هذه الأبيات هو مسكين الدرامي، شاعر من القرن الثاني الهجري اشتهر بشعره في الغزل والهجاء، وقيل اسمه ربيعة بن عامر، ويقال إنه منذ ذلك التاريخ إلى وقتنا الحاضر والنساء يرتدين أغطية الرأس السوداء، وهكذا يكون أول إعلان تجاري قد انطلق من هذه القصة. هذه الأبيات الشعرية لحنها وغناها ناظم الغزالي على مقام اللامي، وغناها عوض ذوخي، ولكن المطرب صباح فخري لحنها وغناها، وهي من أشهر القصائد المغنى في تاريخ صباح فخري الغنائي. لنستمع إلى قل للمليحة في الخمار الأسود. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت ماذا فعلت في ناسك متعبد. قد كان شمر للصلاة
لما وقفت له في باب المسجد قد كان الصلاة حتى خطرت له بباب المغرب بباب المسجد بباب المسجد الانزياح في الشعر هو موضوع محاضرة الدكتور لؤي صيهود في أسبوحة الأربعاء في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، استعرض فيها أبعاد الانزياح وفهم المصطلح قديما وحديثا متمثلا بنصوص شعرية، وقد أثارت المحاضرة جدلا ونقاشات لعدد من النقاد والأدباء. الانزياح بوصفه مفهوما متصوراً أو ظاهراً في شعرنا العربي لم يتنكر له الخطاب النقدي البلاغي، ولكنه لم يتمكن من مقومات المصطلحية إلا في الخطاب الحديث، ولعل فضل إشاعة المصطلح يأزى بالأساس إلى عبد السلام المسدي. الانزياح الشعري مصطلحا ومفهوما هو عنوان الندوة الثقافية التي أقيمت على قاعة الجواهر في مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. لقد تحدث الدكتور لؤي صيهود عن مصطلح الانزياح في الشعر الحديث، هل هو مقترن بشعراء معينين أم هو رؤية شعرية أو نمط سردي يتشكل في نصوص تجارب شعراء ما بعد الرواد؟ ما لفت يعني انتباهي أو ما سجلته من خلال حضوري لعدة ندوات في اتحاد الأدباء هو هذا التنوع في موضوعات الندوات، وهذا التنوع هو دليل الحيوية الثقافية والفكرية في وطننا العزيز، وضمن هذا التنوع تندرج محاضرة اليوم حول الانزياح. وأكيد أنني بما أنني لست من أهل الاختصاص في هذا المجال، فأنا كما تعلم يعني أكتب القصة والرواية والمقالة النقدية، ولكن هناك معلومات فعلا مهمة يعني جاءت في هذه المحاضرة، ويعني دليل أن النقد العراقي قد بدأ يتسع ويطرق أبوابا ويذهب إلى مجالات لم يكن يعني يركز عليها كثيرا أو كان يمر بها عابرا، فها هو اليوم يتوقف عندها طويلا، وبدليل أن الباحث قد نال درجة الدكتوراه في هذا الموضوع. الأستاذ الدكتور لؤي صيهود اليوم طرح موضوع الانزياح. الانزياح أدبيا بمعنى الخروج على المألوف أو كسر القاعدة المتبعة، هو طريقة أيضا للتعبير عن الإبداع. اللي أدخل هذا المصطلح إلى الثقافة العربية المعاصرة هو الدكتور عبد السلام المسدي. عبد السلام المسدي عمل في السلك الدبلوماسي التونسي وكان سفيرا في المملكة العربية السعودية، مع ذلك اهتماماته الدبلوماسية لم تمنعه من أن يدلي بدلوه في الحديث النقدي المعاصر. الحقيقة الموضوع جديد هذا ويتطلب دراسات أعمق، وكان الدكتور لؤي صيهود ناجحا في ربط الانزياح بالكثير من أمهات القصائد العربية. انزياح إذا بولغ فيه
وصل إلى الغموض والتعمية ففقد دلالته التي يراد منه أن يقدمها، وهي الإدهاش والسحر والإعجاب. تطرق الباحث في هذه الجلسة لآراء عدد من النقاد والدارسين في تعريف الانزياح ومعانيه، استعرض نصوصا شعرية قديمة خضعت للانزياح، وخاصة شعر الموشحات الأندلسية التي تفنن شعراؤها بتوظيف هذا الفن في قصائدهم. في ذا اليوم الربيعي المائز عن باقي الأيام، يبرع باتحاد الأدباء كالمعتاد في محاضرة جديدة جميلة تعود بنا إلى إسبانيا، إلى الأندلس، والإسبان نفسه يعتزون بالتسمية العربية فيقولون إسبانيولي أندلسية. فهذا اللون الشعري المائز الموشح وما فيه من انزياحات، الانزياحات موجودة في كل الأدب العربي، هو الانتقال والدفع، الدفع نحو شاطئ آخر كما عقب ذكر المحاضر ويعاقب عليه المداخلون. فالانزياح موضوع واسع ويحتاج إلى أكثر من محاضرة، ثم أن الأكاديمية الأستاذ دعي أفاض في محاضرته وكان ناجحا وكان مجدا ومجودا في ذلك. أعطيك مثال على الحذف الذي يحيل إلى مسألة السرعة، وهنا الحذف كان موفقا به الشاعر. فلو أستطيع طرت إليك شوقا، وكيف يطير مقصوص الجناح. هنا الشاعر حذف حرف التاء في قوله فلو أستطيع. هذا الحذف هو من باب أن يريد يوصل الفكرة، سرعة الطيران لا يستطيع أن يكمل. نعم هو قد يكون لضرورة الوزن، لضرورة الوزن، لكن التوظيف أستاذي العزيز، التوظيف هنا جاء لإعطائك سرعة في الطيران، يعطيك هنا حذف التاء ووضعك في هذا المجال لكي يكون أنه فيه سرعة للطيران، وهذا السرعة للطيران لا تجي. موضوع الانزياح الذي هو موضوع المحاضرة التي قدمها الباحث مهم جدا، ولعله يمثل جوهر العملية الفنية الإبداعية في النصوص الشعرية على وجه الخصوص والإبداع الأدبي بشكل عام. فالخوض فيه وبحثه مهم، وقد أثار الباحث من خلال بحثه ومحاضرته كثيرا من الملاحظات والمداخلات والمخالفات، لأنه موضوع كبير رافق الشعر العربي منذ 1400 و500 عام إلى الآن، وهو الذي ندعوه بسر الشعر والإبداع والإدهاش، وهو أنواع كما بين المحاضر، ولكن كان يمكن أن تكون أعمق وأهم وأجود. فقد قصر في رأيي في جوانب كثيرة منها يمكن أن تفتح الطريق لكثير من الموجودين لمخالفته أو لتصحيح ما ذكره، سوى ما أخذته عليه من ضعف لغته في التعبير عن فكرته. سادت الندوة وجهات نظر تعددت فيها الآراء، واختلف الحاضرون حول طروحات الدكتور لؤي صيهود، وكان الجدل محط اهتمام وحوار استمر ما بعد الندوة. أقام ملتقى الإذاعيين والتلفزيونيين ندوة ثقافية على الواقع السينما العراقية، تناولت المشاكل والصعوبات ومعوقات النهوض بالسينما، تداخل فيها عدد من المختصين والمخرجين والنقاد لوضع الحلول وتقديم المقترحات وطرح الأفكار لمعالجة أزمة الفن السابع. حتى اللي راح يتحدث لا يتحدث عن السينما والمسرح، لأن السينما والمسرح يراد لها معجزة يلا تنحل مشاكله. أعتقد إذا أريد نسوي سينما عراقية خلي المخرجين الجايين الرائعين لسات أساتذتي
وكلنا وخلنا نروح على تجارنا اللي عنده علاقة به، خلنا نسوي سينما أهلية. الواقع المرير والمتأزم للسينما العراقية ومشاكلها التي لا حصر لها كان موضوع الجلسة الفنية التي أقامها ملتقى الإذاعيين والتلفزيونيين، حيث خصصت هذه الجلسة لمناقشة مشاكل السينما ودراسة إمكانية النهوض بها من جديد بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين. الندوة تناولت اليوم موضوع السينما العراقية، وهي موضوع شائكة ومعروفة من قبل جميع المشاهدين العراقيين. نحن بصفتنا كأكاديميين، أنا أستاذ في كلية الفنون قسم السينما، مع بعض الزملاء الحاضرين مشخصين هذا الموضوع من زمان وكتبنا فيه بالصحف وحضرنا ندوات وناقشنا هذا الموضوع. الحقيقة العراق في الوقت الحاضر بحاجة إلى مدينة للإنتاج الإعلامي والسينمائي، وهذا بمقدور الدولة أن توفر لنا إياه ببساطة شديدة عن طريق تخصيص أرض خارج بغداد، أطراف بغداد، وممكن تجلب شركات استثمارية تقوم بالاستثمار لتأسيس نواة لمدينة إعلامية تجمع بها كل القنوات الفضائية، وفي الحالة يجيها مردود، وبنفس الوقت حيصير عندنا استوديوهات سينمائية. هناك مقولة أن السينما هي صناعة وفن، الصناعة تحتاج إلى المال والمال عسير في الوقت الحاضر، إذا توفر المال يتوفر تتوفر صناعة السينما التي هي المفروض أن تكون مردود للدولة أو للصاحب المال. في العراق حاليا تدهورت السينما كثيرا من التسعينات بسبب الحصار الجائر، دمر كل الأجهزة، دمر كل هاي. أنا كنت مونتير السينمائية، الأجهزة تعطلت بسبب أشياء بسيطة لا يمكن استيرادها، فكيف الحال وهسه الوضع؟ يعني هسه حاليا احنا نتقشف، يعني ما أعتقد يعني أكو أموال تهدر، مو أولوية السينما بالعراق حاليا، مو أولوية. منين أنا عندي إذا ما عندي ناس يسوي دعاية، إذا ما عندي ممثل متمكن حتى أجيب نجم شباك واشتغل فيلم؟ أنت مو تريدني أحقق نجاح؟ بمن حقق نجاح؟ أعطينا أسماء المعروفة اللي ممكن أكلفها بفيلم ويرجع لي 400 مليون اللي راح أصرفها، ما أقول لك مليار. تعالت في هذه الجلسة أصوات المداخلين مطالبة بوضع حل لمشاكل السينما العراقية المتمثلة بنقص الكوادر والإمكانيات وكثرة الفساد الإداري والمالي. تلتها مداخلات أخرى اقترحت حلولا مبدئية لهذه المشكلة، منها إنشاء صندوق دعم السينما وإتاحة الفرصة لمشاريع إنتاج أفلام بتمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدعوة لمزيد من الاهتمام الحكومي في سبيل تطوير صناعة السينما العراقية. أنا أعتقد اليوم جلسة اليوم كانت مختصرة عن السينما والسينما العراقية بصورة عامة، تركض آنياً حالياً تركض في حالة سبات، وهذا السبات يدل على أنه هو هذا القائمين على أعمال السينما والموجودين أنه الحكومة لم تدعم هذا الجانب، لكون هذا الجانب يعتمد على سيولة مالية، والسيولة المالية هي التي تحقق وتنتج أفلام. لذلك اليوم نجد أنه الحكومة عاجزة عن توفير هذه الأموال إلى المخرجين والمنتجين، لكون لا يستطيع المخرج ولا يستطيع المنتج أن ينتج فيلم بدون رصيد مالي. لذلك أكو هناك سبب رئيسي بعد إنتاج الفيلم، هناك يجب أن يكون جهة إنتاجية وتصدير لهذه الأعمال، لكون الأعمال هذه هي تكون متبادلة في مهرجانات، والمهرجانات هي التي تدل على نشر الوعي السينمائي في العراق. بما أنه الآن إحنا ما عندنا منتج شجاع أو يؤمن بأن السينما يقدر يسوي سينما عراقية، سينما ممكن تدر أرباح من شباك التذاكر، ما موجود. ولذلك هذه الدول سوت صنعت ما يسمى صندوق دعم السينما، صندوق دعم السينما. لا نطلب من الدولة الآن يعني في فترة خلال 5 سنوات أو 3 سنوات أو 4 سنوات سوى أن يجدوا صندوق يسمى بصندوق دعم السينما. أعتقد الحديث عن السينما العراقية يعني حديث فيه شجون، يعني حقيقة إحنا يعني أساساً ما نمتلك سينما،
ومو بالضروره انه عندنا يعني من سنه الأربعين لحد الان حدود 100 فيلم يعني احنا عندنا سينما عراقيه. واعتقد مشكله السينما العراقيه هي تتحدد بين عوامل صناعه السينما غير موجوده بالعراق، اللي هي طبعا بالبدايه راس المال وصناعه السينما، يعني ما عندنا كادر سينمائي محترف ولا عندنا تسويق، وهذا المهم انه انت كيف يعني ممكن تعمل شيء بالفن بالعالم كله حتى يتطور. الفيلم اللي ينتج ب 20 مليون لازم يجيب 40 مليون حتى يسوون فيلم ب 30 مليون. احنا المشكله عندنا الفن بالعراق بصفه عامه هو غير منتج، ولذلك دائما معتمد على الدوله ويرضي الدوله ويتوسل بالدوله. وانا ما اعتقد مع هكذا سيستم راح تتطور السينما العراقيه. الحل من وجهه نظري ان نعتمد على الانتاج الخاص، نشجع رجال الأعمال العراقيين على أن يستثمرون بالسينما العراقية. صدر حديثا كتاب أمير صعاليك بغداد تأليف عبد المنعم حمدي عن دار ميزوبوتاميا، وهو اقتفاء أثر الشاعر عبد الأمير الحصيري ومحطات من السيرة والحياة. تضمن الكتاب قصائد جديدة لم يحوها ديوانة واستشراف زمن وجيل من الشعراء والمبدعين. والشاعر الحصيري الذي أطلق على نفسه أمير الصعاليك، وجاء في تعريف المؤلف سيرة الشاعر أن حياته ظاهرة ونادرة لم نرى مثلها في الحياة الحاضرة، وقلما قرأنا عن مثلها في العصور الأدب. وتشير إلى أن صاحبها قد عاش تجربة حياتية قاسية ونهل من نبع إبداعي وفكر ثرى، حياته متضادة ومركبة ومتداخلة في تفاصيلها وهمومها وأطرافها، وإضافة إلى أنه يمتلك مواصفات خاصة لا تخلو من غرابة مدافأته بالعبقرية والجنون. تكونت حياة الشاعر عبد الأمير عبر صراع ومعاناة دامية ولدتها صدامات اجتماعية وسياسية وسيكولوجية كانت حاسمة الأثر في صقل موهبته. فأي مأساة عاشها الحصيري منذ أن وطأت قدماه أرض بغداد؟ أهي مأساة العصر أم هي مأساة شخصيته المركبة؟ أهي مأساة المدينة الحديثة أم هي غربة الشاعر في مجتمع لا يرحم المبدعين؟ كل هذا نقرأه في الإصدار الجديد كتاب أمير صعاليك بغداد. أقيم معرض تشكيلي للرسامات الشابات في محافظة الديوانية، وتضمن المعرض لوحات وبوسترات متعددة المواضيع الناقدة للمشهد السياسي والاجتماعي وواقع المرأة والطفولة. نشاهد جانب من هذا المعرض. بهدف مشاركة المرأة الشابة وتمكينها في الرأي العام وإفساح المجال لها للتعبير عن رأيها بصورة متنوعة من خلال برنامج شابات الديوانية أفق للتغيير، والذي فسح المجال لهن بإقامة معرض للوحات فنية من أعمال الفنانات الشابات. المعرض هو نتيجة أفكار مجموعة من شابات الديوانية. برنامج شابات الديوانية أفق للتغيير بدأ من سنتين بالمحافظة، وهي السنة الثالثة. اشتغل مجموعة من الأنشطة، منها متابعة الدوائر الخدمية والخدمات اللي يقدموها المجتمع الديوانية. هو الهدف الأساسي من البرنامج هو مشاركة الشابة بالشأن العام، يعني شؤون اقتصادية اجتماعية سياسية، كل ما يدخل ضمن هذا الإطار. فمن ضمن أفكارهم للبرنامج هذا كان هذا المعرض، أنه يطرحون الأوضاع اللي موجودة بالواقع اللي بالمحافظة على شكل معرض. الفريق من الشابات قرر أنه يجسد أنشطة بالبرنامج بالمنظمة خلال فترة عملهم بالمنظمة على شكل بوسترات، والفريق الآخر على شكل لوحات والأنشطة. رسائل عديدة حملتها لوحات الفنانات تجسدت في واقع الحياة للإنسان بصورة عامة وما يعانيه من مشكلات مع الواقع، فضلا عن حضور الدور الأم والطفولة
في أعمالي بعض اللوحات. خلال رسالتي من خلال لوحتي هاي كانت رسالتي أنه هي يعني جسدت بيها المرأة والطفل. الطفل اللي جسدته بلون الأخضر اللي هو برعم يعني بعدها صغير، والمرأة اللي هي شفتها بلون الأصفر أنه هي مثل الشمس، هي المشرقة، هي اللي تشرق حياة الإنسان. طبعا رسمتها بطريقة تبدو للناظر أنها بطريقة ساذجة جدا، بس هي حتى الإنسان من يجي كل من يتخيل نفسه هو وأمه. رسمت رأس المرأة بلون الأسود والأحمر، هاي معاناتها والظلم والتقييد والتقاليد اللي واجهتها المرأة. لوحات التي تمثل حياة الإنسان في صراعه من خلال مومنتس، لحظات التي يعيشها الإنسان والحيوان والنبات، وتلك اللوحات التي تحمل مضمونها التجريد الغامض الذي يمثل صراع الإنسان بين الخير والشر، بين كيف يقاوم ذلك الشر من خلال انتصار الروح، ولوحة أخرى تمثل الإنسان في حالة صراع مع المرض. من رحم المعاناة يولد الإبداع، والذي يبحث عن من يأخذ بيده من أجل إفساح المجال للكثير من المواهب، وخاصة الفنانة الشابة، في أن تأخذ مكانها في المجتمع بصورة كبيرة. عرضت مسرحية بعنوان الخدمة لك بمبادرة من طلبة قسم المسرح في كلية الفنون بجامعة البصرة، وتعتمد على المغايرة والحداثة في التجريب المسرحي وموضوع نقدي للراهن السياسي، ولقد صدى طيبا في حضور نوعي مميز. لنشاهد هذا التقرير. مشروع مسرحي حمل عنصر المغايرة في الأداء والتمثيل من أجل إيصال ما هو جديد للمتلقي. مسرحية الخدم لك، العمل الثالث ضمن مشروع لا توقع الحركة القصير، حمل أفكار وعبر تنطلق من كل حركة في اكتشاف خطوط العرض المستقيمة الظاهرة منها والمختلفة لطلبة قسم الفنون المسرحية في مدينة البصرة. أعتمد في مشروعي المسرحي على المغايرة، لأن المسرحي يفترض به أن يكون هاجسا دائما للبحث والحرف والتنقيب من أجل إيصال الجديد للمتلقي. تأتي مسرحية الخدم لك هي الثالثة ضمن مشروع مسرح لا توقع الحركة القصيرة الذي أتبناه. مسرحية عبارة عن تداعيات فلسفية، يعني إسقاطات على الواقع، حاول المخرج يقدمها بصورة يعني الزامن عقله، يعني الإسقاطات اللي يسقطها على الواقع هي خاصة به، كل إنسان يحاول أنه يفسرها أو يدبلجها حسب الفكرة اللي تخطر بباله. حضور مميز لأساتذة وطلبة جامعة البصرة وطلبة كلية الفنون في ظل التفاعل مع العرض المتألق، يحمل تقنيات فنية عالية عبارة عن مسلسل من الأفكار المسرحية والفكرية. هذه المسرحية عمل بها في تقنيات فنية عالية، عبارة عن مسلسل من الأفكار المسرحية جسدها الفنان ماهر الكتيباني في 6 عروض، تحاكي الكثير من المواضيع، وأعتقد كل مشاهد للعرض المسرحي عنده تفسير معين وخاص به. يعني هو حاكي الإقلاع، الإقلاع بمعنى التغيير أو بمعنى إقلاع الشيء، حاكي الكثير من الأمور. بعض الأحيان يكون الإنسان داخله وسواس فيتحول إلى عدة شخصيات، وأيضا الجديدة حتى على المتلقي. وبالتالي نحن أمام عمل جمالي فيه جدة وفيه حداثة وفيه لربما يقودنا إلى قراءات متعددة، وقراءات أحيانا قد يجوز أن نقول أنها قراءات مختلفة عن قراءتنا لأي عرض من العروض. عطاءات وأفكار جديدة تنطلق من حرم كلية الفنون الجميلة لأساتذة وفنانين حملوا أفكار ورؤى تجسد الواقع واللاواقع من خلال العروض المسرحية والفنية والموسيقية في أغلب المحافل والنشاطات في المحافظة.
المدن الكبرى في العالم لها نكهة وخصوصية، وهي مرآة لشعوب وحضارة وثقافة وعمران مجتمعي. اخترنا لكم أحبتي مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك، وهي أكبر مدينة نسلط عليها الضوء وعلى معالمها وحضورها المتميز بين المدن الفارعة. أبراغ بلجيكية أبراها هي عاصمة جمهورية التشيك وأكبر مدنها، وتقع على نهر فلتافا في وسط منطقة بوهيميا التاريخية. بخلاف الكثير من المدن أوروبا الوسطى، لم تدمر المدينة بشكل كبير في الحرب العالمية الثانية، وحافظت على شكلها الجميل. يبلغ عدد سكان هذه المدينة 1,000,000 نسمة، وتصل مساحتها حوالي 500 كيلومتر مربع. لبراغ العديد من الألقاب مثل المدينة الذهبية وأم المدن وقلب أوروبا، وتعرف بالمدينة ذات 100 برج نظرا لكثرة الأبراج فوق كنائسها وقصورها. منذ العام 1992 أدرجت في لائحة اليونسكو كموقع تراثي ثقافي عالمي. من مشاهير المدينة الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري الذي عاش فيها مدة 30 عاما، وفرانس كافكا الكاتب الأدبي المعروف. أسست أبراغ في أواخر القرن 9 الميلادي، وأصبحت مقرا لملوك بوهيميا. أزدهرت المدينة خلال القرن 14 الميلادي أبان حكم الملك الروماني تشارلز الرابع، الذي أمر ببناء البلدة الجديدة وجسر تشارلز، بالإضافة إلى جامعة تشارلز، أقدم جامعة في أوروبا الوسطى. أصبحت أبراغ في تلك الحقبة ثالث أكبر مدينة في أوروبا قاطبة، حيث وصل عدد سكانها حوالي 40,000 شخص. تشكلت أبراغ من اتحاد 4 مدن صغيرة متجاورة عام 1748، وهي البلدة القديمة وحي القلعة ومالاسترانا والبلدة الجديدة. وتعد أبراغ إحدى أهم المدن السياحية في أوروبا، فالمدينة تمتاز بالسحر المعماري للمباني المشيدة وفق مختلف المدن أو الطراز، سواء من الفن الحديث أو الفن الباروكي أو من فن عصر النهضة والقوطي وغيرها. ومن أهم معالم أبراغ السياحية قلعة أبراغ البلدة القديمة، وفيها العديد من القصور ذات الطراز الباروكي والساعة الفلكية وساحة البلدة القديمة وقلعة فيش وجسر تشارلز، بالإضافة إلى برج جيجوكوف وهو برج تلفزيوني شيد عام 1985 ويصل ارتفاعه إلى 216 متر. تشتهر تشيك عاصمة أبراغ بالسياحة العلاجية وبالتحديد مصحاتها العلاجية. إن وسيلة العلاج الأساسية هي الينابيع الشافية التي اكتشفها قدماء الرومان قبل 2000 سنة، وهي مصدر مياه معدنية طبيعية لا مثيل لها، تصل حرارتها إلى 39 درجة مئوية، وهي من النوع الفحمي الصودي مع نسبة من الفلوريد وكمية كبيرة للغاية من العناصر الطبيعية بما في ذلك المعادن النادرة. ومن أهم المؤسسات الثقافية الموجودة في تشيك موجودة في براغ بصفتها المركز الثقافي في البلاد، وهي المتحف الوطني والمعرض الوطني ودار الأوبرا والمكتبة الوطنية والمسرح الوطني. وتستضيف المدينة العديد من مهرجانات الأفلام والموسيقى والأدب. يمكن التنقل في براغ بواسطة شبكات المترو وسكك الحديد المحمولة والقاطرات الكهربائية الترام ووسائل النقل الأخرى كالباص وسيارات الأجرة. يقام في شهر مايو من كل عام ماراثون براغ الدولي، أحد أشهر الماراثونات العالمية، حيث يشارك فيه متنافسون من أكثر من 55 دولة. يبتكرون الفرح ويجتمعون على أواصر الحب والكلمة والفن والأدب. نشاهد عبر كاميرا مجلة الرشيد جولة في مياه شط العرب بين مثقفي مدينة البصرة ومبدعيها من الفنانين والأدباء والصحفيين. أحيا وموت على البصرة. تحية طيبة لكل متابعي قناة الرشيد الفضائية. أكيد اليوم جولة نهرية في مياه شط العرب، راح نتجول ونتعرف على كل اليوم الحاضرين من طبقات مثقفة وأكيد فنانين وإعلاميين. ابقوا معي. الأجواء ربيعية بالبصرة وكل مثقفيها ومبدعيها اليوم في جولة بحرية ونهرية في شط العرب. راح ننتقي بالست إلهام اليوم وراح نعرف شنو اليوم شعورها هي
واحنا اليوم كل مجموعين بهاي اللمه اللي اكيد محتاجه لها البصره من زمان وكل مثقفيها ومبدعيها. اللي يريد يشوف وجه البصره الحقيقي يشوف هاي السفره وهاي اللمه وهذول الناس النخبه الراقين الجميلين المبدعين اللي ينطون للحياه لون. هم اليوم انجمعوا هنا مع الوان الطبيعه مع هالسماء الزرقاء والنهر الخالد، رغم افتقادنا للنخيل ما موجود، لكن تبقى البصره جميله وتبقى باهلها اجمل. اليوم بهذا التجمع استنشقنا نكهه البصره الحقيقيه، استنشقنا ثقافه البصره الحقيقيه بكل تراثها وبكل تجلياتها اللي تظهر بوجوه هؤلاء المثقفين وهؤلاء الفنانين الموجودين اليوم معانا، حيث شط العرب يحتضنهم والنخلة والبستان. تعرف أستاذ علي، يعني فترة من الظلام سادت في عموم العراق وليس فقط من مختصات البصرة، آن لهذه الفترة أن تنجلي وتحل الثقافة في محلها الصحيح بعد أن كانت قائدة لكل الميادين الأخرى. اليوم السياسة تتقدم على الثقافة بل تحاول أن تلغي الثقافة. الانطلاق خطة طريق صحيحة للفن بصري حقيقي، ومن خلال هذه الخارطة يرتقي الفن الكثير من الفعاليات من المسرح والموسيقى والتشكيلي والسينما لوضع النقاط على الحروف من خلال هذا التجمع إن شاء الله. شنو تعني لك هاي السفرة اليوم بحضور كل المثقفين والمبدعين؟ وبعدين أكيد رح نتطرق لمشاركاتك. اليوم أنا جدا سعيد بهذه اللمة العراقية البصرية، هي مجموعة من الفنانين من الأدباء من المثقفين في رحلة جميلة يغمرها الحب ويغمرها السعادة. أنا جدا سعيد اليوم وأكيد يعني بيك علي وبقناة الرشيد. خلنا نحكي عن تجربتك اليوم ومشاركتك الأخيرة في دولة الكويت، وهذا أكيد راح يحمل اسم البصرة ويحمل اسم العراق، وأكيد أنت رفعت رأس البصرة. يعني بالحقيقة المشاركة كانت في الأسبوع الماضي، قدمنا عرض لأزياء عراقي في دولة الكويت في مهرجان التراث والفلكلور. مشاركتنا كانت مشاركة مهمة لأن هو المهرجان مهرجان دولي اشتركت فيه مجموعة من دول الخليج والدول العربية، قدمت عرض أزياء يمثل تاريخ وحضارة العراق منذ الخليقة إلى الوقت الحاضر. من فترة طويلة وإحنا ما نشوف أي نشاطات ثقافية، أي ملتقيات أو منتديات ثقافية بالمعنى المتعارف عليه أو بالمعنى الحقيقي له. هناك نشاطات لكنها فقيرة. اليوم هذا الجمع الجميل من المثقفين، أدباء، فنانين، رسامين، مطربين، موسيقيين، يمكنها لأول مرة يشتغلون بهذا العدد، اعتياد عندهم هم كبير جدا مناقشة الثقافة في البصرة بإطار جميل، يعني في هذا الجو الجميل في مكان جميل. أتمنى أنه النجاح لهذه الجمعية بالتقدم وتطوير وتفعيل الثقافة في البصرة، على الرغم أنه تمشي بصمت ولكنها متألقة ولها بصمة واضحة في الثقافة العربية والعالمية. هنالك مبدعون في البصرة قادرون على انتشال الثقافة وانتشال الأدب من قوقعة التحزب وما يفعله الأحزاب تجاه الكثير من المسميات في الثقافة العراقية. مشاهدين الكرام، إلى هنا انتهت جولتنا من هذه التغطية في هذه الأسبوع الثقافية. ألقاكم في جولات جديدة أخرى، إلى اللقاء. احتفى أدباء مدينة الحلة وكتابها بصدور رواية سوق هرج لروائي الدكتور عائد خصباك، وأقيمت للكاتب أمسية لتوقيع روايته وإهداء نسخته على الأدباء والقراء. كما تحدث الكاتب وعدد من النقاد في الأمسية عن موضوع الرواية وعالمها. على ما يبدو أن بطل رواية سوق هرج منسحقا لا يدري ماذا يفعل وإلى من يلتجئ في مواجهته لقوى الخارج ولمنطق الآخرين، لذا تطحن أحلامه الصغيرة وتطلعاته التي لا يريد أن ينافس بها أحدا بضراوة أمام واقع شرس وسياسة لا ترحم.
حتى أنه يكاد لا يفقه سر إحباطه وهزيمته، لذا كان ضحية سهلة للعبة خارجية لها قوانين وقواعد أكثر منه ذكاء وأقوى. رواية سوق الهرج ينطبق عليها رؤية المفكر الفرنسي دولوز في التعامل مع الواقع. الشاعر القاص عايد خصباب تعامل مع الواقع وغاص فيه وتعرف على الواقع ثم ارتفع على الواقع وبنى واقعا ثانيا جديدا أجمل من الواقع الآخر بوظيفة الحلومية والمخيال الذي امتلكه. هذه الرواية شكل سوق الهرج فيها مركزا، أو هو البطل الرئيسي للرواية، وكان مركزا جاذبا للشخصيات التي كانت تدخل إلى السوق يوميا وتخرج من السوق. عايد خصباك من الروائيين العراقيين الذين ظلموا كثيرا، أولا التطورات السياسية في البلد، خروجها من العراق، تحول إلى اللغة الثانية والألمانية ومعيشة بعيدا جعلت حضوره في الداخل العراقي ربما أقل، لكن أكاد أن أجزم أن عايد خصباك من الروائيين القلائل الذين نقلوا العراق إلى الورق. سوق هرج هي حالة من حالات التجلي العراقي، تنقل هذا الطقس العراقي، السوق العراقي إلى الورق. عايد خصباك كاتب روائي وقصصي عراقي، وروايته سوق هرج واحدة من أعماله الهامة التي واصل بها حفرياته في قاع المجتمع العراقي من خلال تصرفات واهتمامات وصراعات شخصياته العديدة، في أسلوب مميز يجمع بين الجد والفكاهة كعادته في أعماله القصصية والروائية. عايد خصباك يمتلك خزين وذاكرة ثقافية مهمة جدا، وربما احنا نلمسها من خلال ما ينشره بالفيسبوك اللي هي حقيقة هي تكملة لما يكتبه من روايات، وخاصة سوق هرج. من يقرأ رواية سوق هرج سيجد أنه البطل الرئيسي في هذه الرواية هو المكان اللي هو سوق هرج في محافظة بابل، بشخوصه المميزين بأبطاله، وبالتالي هذه الصراعات، وهي الصراعات والحركة لهؤلاء الأبطال، بحيث كل بطل يمثل فد بصمة أو يعني حركة معينة في هذا الواقع. رواية سوق هرج باقترابها من الواقع هي تبتعد عنه أيضا، تصعد إلى مرتبة الحلم في بناء الأحداث. فكثيرا ما أبتعد أنا عن الفوتوغراف، لأنك لو تجسد الشخصيات نفسها وأحداثها كما وقعت، أنا يعني هذا بهذا النوع من الكتابة أنا لا أستطيع تجسيده بشكله الواقع الحرفي. ليس الطرق الدنيا جميعا تؤدي إلى روما، هنالك طرق تؤدي إلى مدن أخرى، وطرق لا توصلك إلا لغايات وأهداف مهما كانت هذه وتنوعت، وطرق تنتهي عند أشخاص قد يبهرنا ما هم عليه من شيء ولمعان، وآخرون يحرك مشاعرهم الضيق والقلق مما هو آت أو الخوف من الآخرين وعليهم، لا يهم سواء كانت لهم علاقة بالساسة أو بعيدون عنها من عامة الشعب أو من خاصتهم فقراء أو أغنياء. افتتح مؤخرا في قاعة الأورفلي بالعاصمة الأردنية عمان المعرض الشخصي للفنان التشكيلي المغترب رسمي الخفاجي، وتميزت لوحات المعرض برؤية الفنان وأسلوبه واستخدام الألوان الأسود والأبيض في جميع الأعمال، وذلك لتضاد الضوء بدرجات مختلفة تعكس الواقع السياسي والمرير للوطن. نشاهد هذا التقرير. We'll be right back.
المعرض وهو المعرض الأول في المنطقة العربية، وعنوان المعرض بديل المكان. أنا كوني عراقي أستطيع القول إن بلدي أصبح في زاوية النسيان بسبب السياسة القديمة والسياسة الحالية. أنا أعيش قضية المهاجرين وموتى المئات من الأطفال والرجال والنساء في الهجرة القسرية بالمجتمع العربي اللي أنا أمثله في هذا العمل الأبيض والأسود. أننا أصبحنا حقيقة نقطة سوداء في المجتمع الدولي، كل المنطقة العربية أو أغلب المنطقة العربية، وبعضنا يقتل بعضنا الآخر. أشتغل في الأسود فقط، وكل ما موجود من أبيض هو لون الورق حقيقة الأمر. والمواد اللي أستخدمها هو الألوان المائية وألوان الحبر في هذا الجانب وأكريليك وجميعها باللون الأسود. وهناك أستخدم القلم أيضا الرصاص الأبيض أو درجات الأبيض درجات الأسود. وشيء آخر هو أنه أتدخل في العمل الفني، أي أنني أحفر على الورق ذاته، في ولذلك أشوف النتوءات البيضاء الموجودة هو لون أسود وانحفر، ولذلك يطلع درجات مختلفة من الأبيض. هي التجربة تقدم من الفنان، علينا أن نشاهد ونتابع ونستفاد ونتعلم ونتمتع بأعمال التي تقدم من الفنانين، ومثل الفنان رسمي الخفاجي حقيقة قدم لنا هذه التجربة في استخدامه للونين، اللون الأبيض والأسود، كأنها غريبة قريبة في نفس الوقت. حاول أن يجذبنا في هذا الموضوع بالضوء والكونتراست، يعني التضاد بالضوء الظل والضوء، مما يدفعنا أو يعني إلى أن نتمتع بهذه الأعمال التي قدمها على قاعة الأورفلي. ونشكركم ونشكر قاعة الأورفلي بتقديم الفنان المغترب رسمي الخفاجي. التجربة جميلة جدا ومختلفة وذو طابع كبير. أعتقد هناك نقلة نوعية في الحركة وفي التعبير وفي التقنية، لذلك أنا أجد صراحة بأنه وجود مثل هكذا أعمال في دولة عربية، كون الفنان مغترب في إيطاليا ولم يعمل معرض في الوطن العربي، صراحة أول معرض كان له في عمان. الأعمال هي مختلفة التقنيات، مختلفة الموضوع، مختلفة الأداء، هناك تعبير جديد، هناك لون واحد يشمل جميع الأعمال. التقنية مختلفة أيضا، يعني أنا أتمنى التوفيق للفنان رسمي الخفاجي، وأعتقد بأن التجربة مهمة جدا وجميلة من نفس الوقت.
من العاصمة الأردنية عمان. غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية. تحية من القلب، ونحن نودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل. لكم مني أطيب التحايا ومن زملائي في كادر العمل. إلى اللقاء.